السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب بالله، موضوع هذه الحلقة عن المهدي المنتظر وتبيان للشيعة أحقية هل الإمامي والخلافي حق لسيدنا علي بن أبي طالب وآل البيت أم أنه ليس حقا، وتبيان ذلك من القرآن الكريم بالحجة الدامغة. عشان هيك أحباب الله، أخوان الشيعة، استيقظوا ولا تدخلوا في متاهات تؤدي إلى كفركم. عشان هيك أحباب الله، من نبلش في الآيات سورة البقرة 30، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. السحون الجعل كما يقول إخوان الشيعة، إنه جاعل في الأرض خليفة، يعني هاي الله جعل الإمام علي خليفة، لازم يكون هو الخليفة. خلني أرجع على الآيات الأخرى في القرآن الكريم، سورة الصاد 26، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يعني نفس الشيء لداود، الله سبحانه وتعالى جعله خليفة في الأرض. طيب، سورة النمل 16، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين. وورث سليمان داود، يعني النبوة، سليمان ورث من أبوه عليه السلام، داود عليه السلام ورث منه النبوة والحكم وإيش كمان، والكتاب. عشان هيك أحباب بالله، الأنبياء لا يورثون إلا أنبياء. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان أبا أحد من رجالكم، عشان هيك النبوة لم يعني سيدنا محمد ما ورث النبوة. فهل حق سيدنا علي بن أبي طالب في الخلافة أحق من سيدنا أبو بكر، ولا سيدنا أبو بكر أحق من سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ هسه بنبين في الآيات هاي أحباب بالله. بقول لك سورة البقرة 251، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني هزموا بني إسرائيل الشعب اللي كان موجود في فلسطين، وقتل داود جالوت، والله آتى سيدنا داود الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل الله ذو فضل على العالمين. إذن الله آتى سيدنا داود الملك، وآتاه الله الملك، دليل على آتى الله الملك لسيدنا داود سورة آل عمران 26، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن قل اللهم مالك الملك، من هو مالك الملك؟ والله. تؤتي الملك من تشاء. إذن فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. إذن من أتى سيدنا داود الملك؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب، هل بس الأنبياء والمرسلين وآل البيت والصالحين هم اللي بيحكموا؟ سورة البقرة 258، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء. والله إن رب العالمين هو الذي أتى الملك لسيدنا داود عليه السلام وسيدنا سليمان، وهو الذي أتى الملك إلى النمرود بن كنعان، وأتى لفرعون، وأتى لملوكنا وحكامنا وسلاطيننا اللي حكمونا منذ الأزل واللي رايحين يحكمونا إلى يوم القيامة، كلها برادة رب العالمين. فتيجوا أحبابي بالله سؤال الإخوان الشيعة، هل سيدنا أبو بكر أخذ الخلافة غصبا على الله ولا برادة الله؟ الآية واضحة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الله شاء أن يأتي سيدنا أبو بكر الملك والخلافة، لأنه قال أنا جعل في الأرض خليفة. أنت بتقول إيش الجعل؟ طيب وجعل سيدنا داود، بس هسه بجركم آيات أخرى بإذن الله أحباب بالله. بس هل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان أخذوا الملك غصبا عن ربنا؟ حاشا لله، الله سبحانه وتعالى أتاهم الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وآتى سيدنا علي بن أبي طالب الملك، وآتى سيدنا الحسن الملك، ونزع الملك من سيدنا علي بن أبي طالب، وآتى الملك لمعاوية رضي الله عنه، كلها برادة رب العالمين. أمر بالله، الله يحكم بينهم يوم القيامة. أنا ما بقول من الحق من الباطل، أنا بقول كل الأمر يرجع بيد الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. قديش في دولة بلشت من بني أمية ثم انتهت بآخر خليفة، اجت الدولة العباسية بلشت من أبو جعفر المنصور، ثم انتهت الدولة العباسية وجت الدولة العثمانية، وانتهت بآخر خليفة اللي هو عبد الحميد الثاني. أم مصر الله سبحانه وتعالى آتى الملك والحكم لمين؟ لمبارك، ونزعوا منه أعطاه لمرسي، ونزعوا من مرسي وأعطاه للسيسي. أحباب بالله كلها برؤيه رب العالمين. الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. فما بيجوز نيجي نقول هذا الحق لهذا وهذا حق لهذا، لو أنه حق وإنه خلاف حق لسيدنا علي وإنه الله جعله خليفة، هل يستطيع أحد أن يأخذ الخلافة من سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولا من أهل البيت؟ لا والله، والله إلا الله يأخذهم أخذ عزيز المقتدر. بس هاي الآية بتدل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى أتى الخلافة والملك لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لسيدنا عثمان رضي الله عنه، ثم أتى لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم نزعها من سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأتاها لسيدنا عثمان، لسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم أخذها منه أعطاها ليزيد، ثم مشاها لعبد لمروان، ثم لعبد الملك بن مروان، ثم للوليد، ثم لعمر بن عبد العزيز وأهل أم جراء وآل سعود السام السعودية، الله أتاهم الملك. المملكة الهاشمية الله أتاهم الملك، ما أخذوها غصبا عن رب العالمين. ولما الله بده ينزعها من الإنسان بنزعها كما نزعها من سيدنا علي بن أبي طالب، ونزعها بلا تشبيه من مرسي، وراح ينزعها من السيسي أو يخليها للسيسي، هذا بعد رب العالمين مش بيدنا إحنا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سورة النساء 54، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ لا يجوز الحسد، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. مين هذول اللي مش عاجبهم الكلام؟ سورة غافر 35، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا،
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبرا جبار. هذول اللي بيجادلوا الحق الخلافي لمين والإمام لمين والسلطان لمين والملك لمين، هذول الإنسان بخافوش رب العالمين. ليش؟ لأنه في قلبهم كبر، والله مقتهم والمؤمنين مقتوهم، والله طبع على قلوبهم لأنهم كلهم قلوبهم متكبرة وجبارة. ودليل على قول أحباب الله سورة غافر 56 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أحبابي بالله، هذول بيجادلوا في آيات الله وبقول لك في وصية وإيش وأوصى الرسول عليه الصلاة والسلام، طب خل نقول سيدنا محمد أوصى عليه الصلاة والسلام إنه الخلافة تكون لسيدنا علي بن أبي طالب. طب رب العالمين أوصانا بإيش؟ بالوالدين، بس في ناس بعقوا الوالدين. وأوصانا ألا نموت إلا إيش؟ مسلمين، وفي ناس بموتوا كافرين. إذا الأحباب بالله، إذا كان الإنسان بالوصية أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام، لازم يكون الوصية هاي عليها شهود، والشهود لازم يقوموا ويعلنوا شهادتهم عند البيعة. فكيف كان في وصية لسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا علي بن أبي طالب وافق وطلعوا قصص وروايات إنه إيش خلوا سيدنا علي غصبا عنه يبايع، وحاشا سيدنا علي بن أبي طالب يكون جبان ويخاف ويبايع لو على قطع رأسه. إذا كل حجتكم داحضة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أحبابي بالله، نيجي على كلمة إن جاعلون، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك سورة البقرة 125 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني إذا البيت الحرام في ناس ما خلوا أمن وما أخذوا من مقام إبراهيم المصلى وألحدوا في البيت الحرام وأجرموا في البيت الحرام، حسابهم عند الله عظيم. طيب حسابه يقول: فبما نقضهم ميثاقهم، هي في سورة المائدة 13 قالت على بسم الله الرحمن الرحيم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. الجعل أحباب الله أن جعلوا في الأرض خليفة. أنزل آدم خليفة في الأرض واستخلف بعضنا بعضا، وفي خلفاء الله سبحانه وتعالى أراد لهم الحكم والملك سيأخذوها غصبا عن الراضي والزعلان. أما نزع الملك والحكم والخلافة من إنسان، هذه إرادة رب العالمين. عشان هيك هذا الله سبحانه وتعالى أراد كل هالمؤامرة هذا يصير فتنة مشان يدخل ناس كثير في النار. فلا تدخلوا في الفتن وتقولوا إيش إنه هذا حق وما حق، وتقتلوا المسلمين عشان حق قبل 1400 سنة، وتغتصبوا بناتهم وتقتلوا بعضكم بعضا. الآية واضحة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، انتهى الموضوع. والله أي واحد بخذ الموضوع بعد هذا بعد الكلام اللي حكيته وما عجبه كلامي وظلوا إيش يماطل ويجادل، أنا بقول له هاي الآية سورة غافر 56: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه السميع البصير. بقول عنه: أعوذ بالله السميع البصير منك إنك متكبر جبار. اتركوا موضوع الماضي للماضي، كفانا قتلا وسفكا في الدماء، بأمر بيد رب العالمين فقط، هو اللي بحط الملك
وبضع الملك وبنزع الملك. تيجي انت بدك تحط ملك غصبا عن البشر كلها؟ والله لو رب العالمين كتب الخلافه تظلها في آل البيت الا ظلها في آل البيت ليوم القيامه. بس رب العالمين له حكمه، لازم نقول اليس الله بحكم الحاكمين؟ بلى وعلى لكم الشاهدين. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. احباب الشيعه لا تستمعوا للمعممين اعداء الله، هذولا بيوقعوكم بالفتن وبدخلوكم في نار جهنم وبيجعلوكم مجرمين سفاكين للدماء. احنا كنا مسلمين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. كل من قال هذه الكلمه حرم دمه وماله وعرضه. فهمتوا احباب بالله؟ اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.